مسا الورد على الناس اللي ما بتسلمش بالامر الواقع وباللي هو متبع. مسا الورد على الناس اللي هي بتطلع خارج الصندوق. الكلمه دي جديده بقى لنا يمكن كده 5 سنين تقريبا بنستخدمها اوت اوف ذا بوكس، بس ما حدش وقف عند ايه شرح الناس اللي بتطلع خارج الصندوق اي خارج السرب. احنا النهارده معانا واحد من الناس اللي فكر خارج الصندوق، اهتم انه يبني جيل جديد مصري من ولادنا وابنائنا الطلبه بطريقه جديده. الاستاذ اللي معانا في مسا الورد محمد رضوان، مدرس الفلسفه وعلم النفس للثانويه العامه، والذي استطاع انه يعمل طريقه جديده في التدريس من خلال التمثيل المشاهد الدراميه لتبسيط المعلومات الجاده وتثبتها في اذهان طلاب الثانويه العامه. اهلا بيك يا استاذ محمد. انا متحمسه جدا اني اتكلم معاك عن يعني اتس ا نيو ستايل اوف تيتشنج، اسلوب تعلم الطلبه من خلال التمثيل. ازاي خطرت على بالك الفكره؟ يعني اكيد ليها مصدر. والله الفكره كانت ايام لما كنت طالب في ثانويه عامه، كان في مسرحيه بتتعرض اسمها صراع الفلاسفه، دي كانت بتشرح منهج الثانويه العامه. نعم. فكنت بشوف الفلاسفه قدام عيني، يعني كان عندنا المنهج القديم، كان عندنا الغزالي وعندنا ديكارت، فانا شايف الممثلين قد يمثلوا الشخصيات ديت، المعلومه سبتت معايا. ومن هنا حبيت الفلسفه، حبيت المواد الفلسفيه عامه، ان انا اخش في الاطار ده. دخلت الحمد لله رب العالمين كليه التربيه وبقيت مدرس من خلالها، فحبيت اكرر فكره ثانيه في نفس المنظور. طب ايه أهمية ربط التعليم بمشاهد الدرامية؟ يعني بتثبت المعلومة. بتثبت المعلومة. يعني حضرتك مثلا يوم ما اقول لك صلاح الدين الايوبي هتفتكر مين؟ احمد مظهر. تمام؟ فطبعا بتثبت المعلومة، يعني ادي ورق قدامنا اهو، الورق ده المنهج. طب ايه رأيكم لو شفنا الورق ده قدام عينينا؟ تجسيد. فيلم قدامي. أنا بفتكر الفيلم كله. صورة راسخة بمعلومات راسخة عن مادة ليست بسهلة. أنا درست فلسفة فأنا عارفة قد إيه كنت بقعد يعني عشان أقدر أركز كلمة ديكارت قال إيه، نظرية نيوتن إيه، نظرية وات إيفر. طيب إحنا عايزين نشوف دلوقتي مع بعضينا كده محاضرة ونرجع نتكلم. لو كانت جاهزة، جاهزة يا أستاذ شاكر؟ التقرير عن، يلا بينا نطلع نشوفها. حالة الثانوية العامة مش بتعتمد اساسا على الحفظ، فاحنا بنحاول بقدر الامكان نفهمه المعلومة بحيث يبقى سهل حفظها يعني. فده بيتم الاستعانة بواقعي المنهج نفسه. يعني المنهج عندي في حاجة اسمها الذكاء الحركي. طب والذكاء الحركي ده بيتمثل تعبير الممثلين لعيب الكورة، فبضطر ان انا اجيب لهم مشاهد. ممثل جاي داخل بيمثل بقول لهم ادي الذكاء الحركي اهو. عندهم ذكاء اسمه ذكاء موسيقي. نفس القصة برضه، اجيب واحد بعود او بجيتار. فانا بحول الماده نفسها تبقى مرئيه بالعين، فدي افضل بالنسبه للطالب يعني في الفهم، وبعد كده استعبها. في عندنا بعض التجارب بقى في علم النفس برضه على القط وعلى الكلب وعلى القرد، فبخلي الطالب يشوف الحاجات دي بعينه. الفكره عموما في التعليم اصلا في مصر او في يعني في ماده علم النفس بالذات ان هي ماده كل ما بتتحفظ بتتنسي، دي الفكره. فهو المستر يعني عمل اسلوب جديد او عمل حاجه جديده يخلي بقى المعلومه توصل اسهل، توصل اسرع وتثبت. الواحد مثلا دلوقتي ممكن ما ينساش الموقف، او حتى لو نسيه بيبتدي يفتكر الموقف او المشهد اللي حصل قدامه، بيفتكر بيه الموقف، بيفتكر بيه الكلام. فدي طبعا حاجه جميله جدا
وبنتمنى انها تحصل في كل المواد الدراسيه عموما، علشان دي حاجه بتساعد كتير جدا الطلاب وكده، وبنشكر المستر جدا طبعا اللي هو بيعمله. المراجعه النهارده كانت كلها عملي، ودي فادتنا اكتر من النظري، لان احنا الحاجه العمليه ما بنشوفها بعينينا والتجارب قدامنا دي بتثبت المعلومات اكتر في دماغنا، بتخلينا نحتفظ بالمعلومات على طول، لان احنا دايما حتى لو نسينا الحاجه اللي احنا حافظينها لا احنا بنبقى فاكرين التجربه اللي اتعملت قدامنا. مستر اول حاجه قدم لنا المنهج في شكل مسرحي، علشان احنا كطلبه في اكتريتنا ناس كتير ما بتذاكرش حضرتك، فالشكل المسرحي وانا قاعد في الامتحان هستفاد من المعلومه. النهارده فرقت انك بتجمع كل حاجه مره واحده، وهو العروض اللي عملها لنا فرقت معانا كمان، بيخليك يفكرك بالمعلومه، يعني وانت في مثلا في الامتحان او بتمتحن بتفتكر العرض اللي هو المستر كان عامله، فبتفتكر بيه المعلومه معينه، ودي حاجه حلوه المستر بيعملها معانا، وعلى طول يعني على طول بيقعد يعمل لنا كده، حتى في الحصص العاديه بيقعد يعمل لنا، جاب لنا برده ممثلين قبل كده وعملوا نفس الكلام. مستر محمد رضوان مستر كويس جدا، وبيفهم بسهوله وبطريقه يعني تخليك تحب الماده فيها، ويقدم لك حاجات كويسة وعروض وبتاع عشان تقدر تفهم المادة بسهولة. بيوصلني المعلومة بشكل أسرع، والمستر يعني هو أصلا شرحه كويس، والتجربة اللي هو بيعملها كويسة، وأن أصلا أحلى تجربة النهاردة عملوها اللي هي ستة أطالة دي. المشاهد اللي احنا خدناها دي يعني بتساعد، اللي انت مثلا بتيجي تحل سؤال بتفتكر الموقف، يعني بتبقى سهل معاك الموضوع عكس الأساتذة التانية بيعتمدوا على الحفظ والكلام ده. المشهد بيخلي مثلا المعلومه تركز في دماغك اكتر، يعني بيخلي يعني المعلومه ما تخرجش، يعني لما تيجي تذاكر بتفتكرها بيها، فبالتالي ما بتنساهاش. الاول كنا بنعتمد في الفلسفه على الحفظ وكده، لكن دلوقتي بقى من خلال المسرحيات وكده والتجارب بنفهم، فالماده بقت سهله. استفدت ان انا اتعلمت النظريات على الطبيعه وشفتها تجربي، ان انا كده فهمتها اكتر، وكمان ان انا كده مش هنساها خالص، حتى لو امتحنت هعرف احل فيها كويس، لان انا شفتها عملي مش حكايات ورقه وقلم بس. المسابقه نفسها كان سؤال عن انواع الذكاءات، كان مدي محدد 8 انواع ذكاءات مديها المهام، يعني مثلا مهنه المحامي، مهنه كذا، مهنه كذا، مهنه العالم، وانا اخترت قلت العالم ايه والمحامي، يعني المحامي ذكاء لغوي والعالم ذكاء رياضه منطقي، وكملت على كده 8 مهن، وقلت لكل مهنه ذكاءاتها ايه، بس المستر اداني المكافاه، واداني مكافاه معنويه وماديه اللي هو الفلوس والتسقيف. الله 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 الله، ايه المحاضرة الجميلة دي بهذا العدد من الطلبة، بالاستعانة بالاسلوب الحديث الذي يربط التمثيل الدرامي ويخلي المعلومة درامية على ألسنة ممثلين. طب احنا ممكن نعمم الفكرة دي في مناهج دراسية اخرى لمواد اخرى؟ طبعا، يعني في العربي مثلا في بيبقى في قصة الاولاد بياخدوها في العربي، فممكن دي تتحول لشكل مسرحية. في مادة التاريخ برضو هي عبارة عن شخصيات تاريخية، يعني كل مناهج بيبقى فيها شخصيات، فدي سهل ان هي يتم تجسيدها يعني. طيب ازاي بتشوف راي الطلاب في النوع الجديد من التدريس ده، وهل له اثر ايجابي على علاماتهم وعلى نتائجهم؟ هو حضرتك شفت دلوقتي راي الطلبه، هو بيثبتوا بيها المعلومه. بيثبتوا المعلومه. يعني انا مثلا بيجي في امتحان اخر السنه بيتكلم على شخصيه معينه. نعم. هو شاف الشخصيه قدام عينيه دلوقتي وهو بيكتبها في الامتحان. نعم. احنا بنحول الورق دوت لحاجه موجوده في الذهن، راسخه في الذهن. الطالب ساعتها هيجاوب يعني. استاذ محمد، انا اللي شفت كان في حد عامل، يعني بس هو مش ممثل معروف، عامل ده في عندنا نوع اسمه الذكاء الحركي الجسدي. نعم. الذكاء الحركي الجسدي اللي فيه الانسان بيستخدم يا اما جسمه كله يا اما جزء منه. ده طبعا بيتميز بيه الممثلين. فانا جبت ممثل وادي يا جماعه الذكاء الحركي الجسدي. جميل. استعان بمجموعه من الممثلين المحترفين. من الزملاء بتوعنا. طبعا. بمين بقى؟ الاستاذ علاء مرسي. نعم. والاستاذه بدريه طلبه. استاذ محمد الصاوي. استاذ احمد فرحات. كريمه عبد الله. مش عايز انسى يعني ناس كتير. الاستاذ مجدي عبد الحليم. احنا هنشوف تقرير التمثيليه، وطبعا تحياتي لحبيبي علاء وبدريه وكل الاسماء العظيمه واستاذ الصاوي، كل اللي تعاونوا علشان الموضوع ده. هنشوف قهوه الفلاسفه اسمها. وبعد كده نتكلم. أنا عارف رضوان، أنا اللي قلت أخلاق الطبيب، قلت لازم يكون تام الخلق والذكاء والرؤية وذو ذاكرة قوية،
حسن الملبس، طيب الرائحة، نظيف البدن والثوب، حريص على التعلم، سليم القلب، عفيف النظر، صادق اللهجة، لا يبوح بسر من أسرار مرضاه، لا يصف دواء قاتل أو ساقط للأجنة، لا يصف دواء قاتل أو ساقط للأجنة، ويعالج عدوه بنية صادقة، كما يعالج طبعا ابن رضوان كان راجل من سكان الجيزة. أيوة كنت من سكان الجيزة وكنت بعيش في بيئة كلها مرض، كلها أوبئة، وكانت بيأثر المكان والطبيعة على الإنتاج. أنا اللي قدمت دراسة بيئية أيكولوجية، تعتمد على استخدام المنهج العلمي. أنا اللي قلت إن البيئة بتأثر في العادات والتقاليد. أيوة البيئة كانت فقيرة، عشان كده بيئة الفقير بتختلف عن بيئة الغني. عرفتوا أنا مين وعرفتوا مشكلتي مع أخلاق الطبيب، وبرضو لسه قاعدين. يلا على المستشفيات يا عم شيخ. بيئة انت بتشمني يعني علشان انا من بيئة مش كويسة ولا ايه؟ لا امال ايه؟ قلت لك انا كنت عايش في الجيزة في بيئة فقيرة. الحمد لله. طب اتفضل يا عم شرب لك حاجة معاك. أيوة كده يا أستاذ محمد رضوان، أيوة أفكار جديدة وجريئة عشان نصنع جيل مش بيحفظ الكلام ومش فاهمه. ربط ما بين المادة، مادة صعبة جدا، علم النفس والفلسفة والتمثيل. وكنا بنتفرج على تقرير مسرحية قهوة الفلاسفة، ممثلين محترفين قاعدين بيثبتوا المعلومات من خلال التمثيل. وحنشوف دلوقتي حفلة تخرج للمتفوقين والشباب اللي خدوا علامات عالية، وكرمهم بحبيبي اللي طلع معانا في مسا الورد السوبر ستار مصطفى قمر. نشوف ونرجع نعلق على الموضوع. قولينا بقى موضوع مصطفى قمر العزيز على قلبنا، ايه الحكاية دي؟ حفلة تكريم المتفوقين في الثانوية العامة اللي هو بيجيبوا درجات النهائية. طبعا انت عارفة اولا ماشي، اول واحد مدرس، بس انا اب اساسا، فالطلبة بالنسبة لي دول ولادي، عايزهم احسن ناس، خاصة ان انا بشرح لمرحلة عمرية صعبة، الثانوية العامة طبعا. فطالب الثانوية العامة ده يعني لسه ما تحددش مستقبله، فهي سنة واحدة اللي هتحدد المستقبل دوت، فلازم اترك بصمه عنده يفتكرني بيها على طول. الله عليك. ببقى فرحان جدا لما بشوف ولادي ضباط ومحاميين واقابلهم بيبقوا لسه فاكرين محمد رضوان عندهم. فالحاجه دي طبعا تفرحني جدا يعني. استاذ الفلسفه وعلم النفس النشيط اللي طلع بفكره عبقريه، ربنا يخليك. عندك افكار ثانيه؟ بالنسبه لشغلي بطور فيه باستمرار. بطبع يمكن جات لي فكره ان انا ممكن اخلي المنهج ده في شكل فيلم ويتقدم ويتعرض. حلوه فلسفه مثلا يعني انا احطها في اطار كده اهوت ماشي، وفلسفه موجوده زي حضرتك افلام فيلم وايس لمايه مثلا، ما دي قصه اساسا في الثانيه ثانوي باين او اولى ثانوي بالنسبه للغه العربيه يعني. حقيقي
فالاولاد بتفتكر طبعا الشخصيات ديت وبتكتبها في الامتحان، شايف الحاجه بعينه قدامه. يا سلام يا سلام. كان معانا في مثل ورد ورده تعليميه جديده بفكر جديد، انا فرحانه بيك جدا، وان شاء الله كمان اشارك معاك بانه نقدم ماده علميه، اختار لي ماده علميه صعبه عشان تبقى ثابته في اذهان اولادنا اللي ان شاء الله بعد الثانويه العامه يعرفوا طريقهم. الاستاذ محمد رضوان نورتنا. الله يخليك. ومسهر. الله يخليك.